بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين. الحمد لله غافر الذنوب وكاشف الكروب وساتر العيوب علام الغيوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعدد ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل عام وأنتم بخير. هذا هو لقاؤنا الأول في هذا البرنامج الذي اخترت له من الأسماء صفقات رابحة، والذي أدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون دليلكم أو دليلكم إلى عالم الملايين والمليارات. أي واحد يعرف بأن الصفقة الرابحة هي اللي ترد لي من 25% إلى 100% من قيمة رأس المال، معناها لما ندخل بمليون دينار المفروض على الأقل ترد لي 250 ألف مكسب، أو أحسن صفقة ترد لي مليون مكسب. وفي زمن قياسي، لا أتكلم على المليون مثلا تدخل به في تجارة بعد عام أو اثنين يصبح زوز مليون أو ثلاثة أو كذا كذا، أنا أتكلم في زمن قياسي وفي جهد مبذول ليس بالجهد الكبير. فهذه الصفقات اللي ستكلم عليها أنا حيبلغ درجة ربحها من 1000%، مش 25% أو 10%، إلى 700,000%، وبزمن قياسي وبدون مجهود. معناه بدون مجهود مش معناه أنك مديش مجهود نهائيا، ولكن لا، نفس المجهود اللي تدير فيه يحول الصفقة اللي انت تقوم بها من معناها مكسبها 700,000 أو 1000 أو 100 أو 10 أو تكون خاسرة. فأنا بدك تتبع معاي من هذه الحلقة من البداية حتى تتعلم أو تعرف كيف تحول هذه الصفقة من صفقة خاسرة أو صفقة مكسبها بسيط إلى صفقة رابحة، إلى صفقة رابحة وناجحة. أي صفقة لابد لها من عناصر. أي صفقة باش تكون ناجحة باش تكون صفقة رابحة لازم لها من عناصر ولازم لها من مستندات. أول شيء توقيت الصفقة، لازم تكون في توقيت طيب. معناها تجيني في الصيف الآن وتقولي بنشري نبيع دفايات، نشري صفقة دفايات، من بيشري منك؟ حتى تقعد هناك دلشته، حتى وكان شريتها بثمن بسيط، ولكن انت تتكلم على راس مال بتقعد محجره فتره او بطاطين او كذا او كذا. اذا نتكلم على توقيت الصفقه، نتكلم على الوقت المعقود مع الصفقه، هل هو المصدر الاول او المصدر الثاني او المصدر الثالث، بحيث ان ارباح الصفقه بتنقص الى ان تصبح معناها 10% او اقل. ايضا لابد لنا من محل وزمان عقدها، معناها هل هو مكان مأمون، هل فيه مشقة في إنجاز هذه الصفقة. أيضا نوع البضاعة والمستفيد منها، هل مستفيدين منها شريحة كبيرة، هل مستفيدين منها شريحة خاصة، أم فائدتها تعود علينا في حد ذاتي. طبعا ثمرة الصفقة دائما ترجع إلى شنو، مقدار رأس المال ومقدار الجهد المبذول. وأنا في هذه الحلقات حنحاول قدر الإمكان أني نستعرض معك في كل حلقة نستعرض معك صفقة رابحة. لكن قبل ما نتعرف على الصفقات الرابحة لازم نتعرف على أساس وأصل الصفقات، كيف تستطيع أنك تعقد صفقة رابحة أولا، وكيف تستثمرها وتخليها صفقة عديمة الربح، معناها فوائدها أو مكاسبها كثيرة أو كبيرة جدا جدا. طبعا احنا نعرف بأن أي صفقة لها ثمرة، هي ثمرة، الصفقة هي ثمرة، وهذه الثمرة لابد لها من شجرة تستند إليها وتتغذى منها، ولابد لها من جذور تمدها بالحياة، وإذا كان ما مدتهاش معناها حتموت هذه الصفقة أو الثمرة في بدايتها. صفقاتنا الرابحة شيء بسيط وسهل وبيأخذش مني مجهود، ولكن دائما مشكلتنا نحن نغفل عنه. وأنا بنأكد لك إنه بدون هذا الشيء اللي نتكلم عليها الآن في الحلقة هذه حتصبح كل صفقاتنا خاسرة وتصبح معناها تذهب هباء منثورا. أساس صفقتنا هو شيء اسمه الصفقة الرابحة، شيء اسمه الاحتساب نسمع به لكن ما نعرفوش، احنا بنتعرف عليه في هذه الحلقة. هي من كلمتها، من الكلمة العادية الاحتساب، بمعنى العد، نحسب قديش يطلع لي مكسب. هاي تدير معي هذه الصفقة، خل نحسب شو بيطلع لي منها. إذا الاحتساب هو أني نحسب أو نعد أو نعرف الصفقة هذه شو بيطلع لي منها أو مع من بنديرها، هل بناخذ من الأجر مباشرة أو المكسب مباشرة، أو بنستثمر في شيء ثاني، أو بنخليه عند صاحب الصفقة نفسها، أو وبالشكل هذا. فإذا هذا الاحتساب معناها أني نحسب الشيء نعده. وللأسف إحنا أكثر من 99% مننا ما يعرف شيء اسمه الاحتساب، وحتى لو عرفه يغفل عنه.
فانا بنبيك تعيرني قلبك قبل اذنك. ايوه حتدخل عن طريق الاذن الى القلب، ولكنك نبيك تسمعني بقلبك، لان عن طريق لو سمعتني بقلبك حتستطيع انك تعقد صفقه رابحه وناجحه. وانا بنقول لك حتى اختصر عليك الكلام، احنا لاي باب بيتك نفسه عنده مفتاح لا يفتح الا به. ربما القفل، وسبق ان نذكر في الكلام هذا، القفل قد تجد 100,000 مفتاح شبيهات به، نفس النوعيه بتاع القفل، ولكنها مش حيفتحوا. الاختلاف بسيط ما تلاحظهاش انت في الاسنان، هم 6-7 اسنان وكذا. ايضا الجنه لها مفاتيح، لها مفتاح، الجنة الخاصة بك أنت لها مفتاح، ومش حيفتح هذا المفتاح، مفتاح حتكون عندك ولكنه يحتاج إلى أسنان، تحتاج أنك تبرد هذه الأسنان وتهذبها وكذا. فلن تستطيع أنك تبرد وتهذب هذا المفتاح إلا بشيء اسمه احتساب. احنا نسمعه زمان، نسمعه دائما، كلمة بسيطة يقول لك والله في رمضان خاصة مثلا لما يقرب رمضان، أي خطيب جمعة أول خطبة يقولها أو قبل رمضان بجمعة، إذا كان الجمعة كان الصيام مثلا قبل رمضان، الجمعة كانت قبل رمضان مثلا، رمضان كان 2 أو كذا، تلقى الجمعة اللي قبل يتكلم لك على فضل صيام رمضان وكذا. أول حاجة يقولها لك وأول حديث حفظناه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له كذا، وجاءت بعدة روايات. إيمانا نعرفه وإن كنا بعيدين، ولكن نعرفه. لكن احتسابا، ما معنى احتسابا؟ ايش معنى احتسابا؟ قبل ما نعرف احتسابا نعرف، لازم نتعرف على حاجة اسمها النية باش نعرفه. في كثير مثلا نقول له معناها، يقول لك احتسابا معناها بنية، نية صافية أو نية مخلصة لله سبحانه وتعالى. لا لا، اقتربت شوية، ولكن لا، في فرق. النية ما معنى النية؟ النية معناها أنك تقصد العمل، عزيمة القلب، انبعاثه نحو شيء يريده، هذه النية. العبادات تتميز بعضها عن بعض بالنية، معناها نستطيع نية صلاة الظهر، صلاة الظهر والعصر مثل بعضها، صلاة معناها نهارية سرية 4 ركعات مثل بعضها، ولكن تفترق، نفرق ما بينها بالنية. النية هي عزم القلب على فعل الشيء أو تركه، سواء تقرب الله سبحانه وتعالى كذا، معناها نودك بتاكل، لا والله ما عنديش نية. يجي بعدين الاحتساب، يخلي ما كلتك هي هل فيه أجر عليها أو لا، باش نعرف احنا الاحتساب، باش نعرف احنا اعمالنا نؤجر عليها ولا هباء منثورة. ما هو زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كثير من الاحاديث كانت صلاته كذا، من صام مثلا رب صائم وقائم ليس له من صيامه وقيامه الا الجوع والعطش والتعب وكذا وكذا. اذا ممكن ان عباداتي كلها تضرب بها على الحياة، مع اني انا صليت سقط عني الطلب ولكني لا اؤجر عليه. فاذا هذا هو المعنى للنية. النية تنقسم إلى قسمين في العبادات، في نية موجودة ونية حكمية. النية الموجودة معناها الإنسان إذا كان أنا بننوى نصلي الظهر، فلازم أني بننوى بنذكرها بيني وبين قلبي، مش شرط التلفظ بها، هناك من يقول لك تلفظ بنية، ولكن هي مش شرط أني بنصلي الظهر، خلاص عزم قلبي. إذا النية هي عزيمة في القلب أني بنصلي الظهر، هذه نية فعلية، هذه نية فعلية موجودة. لكن صار لي ظرف، دار لي واحد جرس ولا كذا سيبت، معنى ما صليتش ومشيت نشوف فيه، هدز معي نصف ساعة بعد رجعت، هل يستلزم نجدد النية؟ لا، هناك حاجة اسمها نية حكمية موجودة يبقى حكمها حتى وإن شني، حتى وإن حدث لي ظرف. فهذا فصلاة الظهر هذه النية بتاعها، النية الحكمية، نية فعلية موجودة. لو انشغلت بأي شيء ثاني الصلاة تستطيع أنك تصلي حتى بدون ما تجددها، صلاتك صحيحة. العبادات، هذه العبادات الصلاة وكذا، لا يؤجر فاعلها إلا إذا كان احتسبها عند الله سبحانه وتعالى. إذا كان احتسبها، عندك دليل؟ أي نعم عندي دليل. الرسول صلى الله عليه وسلم بين بأنه النية شن هي؟ الأجر أنت ناخذ أو أنت تقبل من العبادة إذا كان نويت، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإحنا نعرفها، من كانت هجرته إلى الله كذا، ومن كانت نيته كذا 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 كذا. فاستحضار النية في العبادة ضروري، معنى باش تقبل مني، باش تسقط عني صلاة الظهر ما عادش مطالب بها، لازم اني ننوى صلاة الظهر، لازم اني ننوى صلاة العصر، لازم اني ننوى نصيم مثل رمضان، لازم اني ننوى مثلا نتصدق، لازم اني علي زكاة 1000 دينار، مشيت اعطيت انا 2000 بدون ما ننوى انها زكاة، هل ينفع؟ ما ينفعش، ما ينفعش. اذا يجب من النية، حتى مش شرط التلفظ بها، انما انا ننوى اني نتزكى. فالعبادات يشترط فيها النية، لكن مضاعفة الأجر أو الأجر أو كذا هو اللي يقلبها إلى مضاعف درجة كذا. ففي قاعدة اسمها شني؟ بالنيات الصالحات والاحتساب، والاحتساب تنقلب العبادات أو العادات إلى عبادات. بالنية الصالحة والاحتساب
ينتقل بالعبادة العادة إلى عبادة قد تكون عادة عندي أنا ندير فيها زيارة الأقارب عادة، واحد والله ما تعود زمان شابين ولا كذا يزوروا في 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 الأقارب وكذا، يقول لك هذه عادة لكن ممكن نحولها إلى عبادة. مثلا حتى أنا نتحصل على أجر كبير مضاعف مضاعف يوصل لـ700 ضعف وحنتعرفوا عليه إحنا. الآن جاينا مثلا يجي وقت مثلا نقول لك بنقرأ القرآن، فيه ناس في رمضان يقول لك نخدم مرتين وثلاثة وأربعة. كيف نتحصل أنا نحول الحرف الواحد الحرف الواحد من 10 حسنات إلى 700 إلى أضعاف أخرى إذا قد يكون إلى آلاف بالحرف الواحدة؟ كيف؟ لما جينا نقرأ في القرآن لازم تكون عندي عدة نيات. حنعطيكم أمثلة، أنا مش على القرآن بس، على الصلاة على الصيام على كذا، كيف نخلي معناها الأجور مضاعفة. أولا لما جينا نقرأ في القرآن نبدأ النية بتاعي أو شيني نحتسب إن شيني إن أنا بنقرأ القرآن ابتغاء الشفاعة، لأن القرآن الكريم طبعا أنا بقول لكم كثيرا حتجاوز عن أحاديث لأن الحلقة حتكون قصيرة بعض الشيء، فلهذا أحيانا نذكر أحاديث وأحيانا لما نذكر لك تأكد أن وراها حديث صحيح. تمام، أولا ابتغاء الشفاعة، لأن القرآن الكريم الرسول صلى الله عليه وسلم بين بأنه معناها يشفع لصاحبه. أيضا إني أنا نبي نستظل بالقرآن يوم القيامة، يوم حر يوم الشمس من حر، البقرة والعمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان تحاجان عن صاحبهما، تظل له وتحاجج عليه. أيضا إني أنا نبي للقرآن يحاجج عني، يدافع عني، يقول إني أسقيته، إني خليته معناها ما يرقدش وخليته كذا وخليته يتعب باش يحفظ كذا فشفعني فيه. بل أيضا إني أنا نبي إنه تضاعف حسناتي، لأن الحسنة بعشر أمثالها. أيضا نبي الوقاية من النار وأنا نقرأ القرآن. هذه النوايا لازم تحطها في دماغك، اكتبها مرة اثنين ثلاثة أربعة خمسة، نتحفظها نعودها من الأول. خلينا نعودها. أولا ابتغاء الشفاعة لأن القرآن شفيع مشفع. أيضا نبي نستظل في ظل معناها القرآن في ظل البقرة وآل عمران وكذا، وإنها تجي نلقى من يحاجج عني دافع عني إني يشفع لي ويدافع عني. أيضا نريد مضاعفة الأجر لأن الحرف بعشرة أمثاله، نبي أكثر ويضاعف الله من يشاء. أيضا نبي الوقاية من النار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو أن القرآن جعل في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق، معنى الإهاب اللي هو جسم الحافظ الإنسان. أيضا إني نبي نقرأ في بالقرآن نعمر قلبي، لأن الإنسان اللي ما فيش في جوفه القرآن، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، نبي نعمره. أيضا نرتفع في الجنة في درجات الجنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ ورقة بكل ما كنت ترتل في الدنيا إن منزلتك عند آخر آية. أيضا نستعمل هذا القرآن كشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أيضا إن تطمئن قلبي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيضا نبي منه أن نؤجر على تعلمه، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة بل لا معناها بينت، خيركم من تعلم القرآن وعلمها، خيركم من كذا من تعلم آية أو معناها علم آية كانت له كمثلا معناها ناقتان كومتان. هذه النوايا كلها لما نحطها قدام نصب عيني ونبدأ نفكر فيها الوقت كله ونحطها قدام عيوني نحفظها، نعرف حنؤجر على هذه كل عمل من الأعمال اللي نويتها به بنؤجر عليه. حتصبح الحسنة الحرف الواحد مش زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى 700 ضعف معنى الحرف الواحد. شوف أنت كل صورة بتقراها كم بتصبح، ولاجب انك تركت عليها. فاذا يجب اني في كل عمل نقوم به، مازال احنا ما تعرفناش الاحتساب بمعنى لان مازال نحتاج لاكثر من حلقه، ولكن الان اي عمل نقوم به يجب ان تكون عندي فيه عده نوايا. المراه اللي بتكون في البيت مثلا بتقوم بعمل البيت مثلا الان تاتي في رمضان انت بالمراه بتدير الافطار بتاعها، لازم تكون فيها عده نوايا. بل اول الطاعه لله سبحانه وتعالى، بل ثانيا بان عندي ابناء مثلا بنفطرهم، ومن فطر صائما فله اجره كذا من غير ما ينقص من اجر الصائم. ايضا بان الله امرني باني نطيع زوجي وكذا، وان الجنه تحت اقدام معناها لو امرت باحد الناس اسجد، امرت المراه ان تسجد لزوجها، وبالشكل هذا عده نوايا بحيث الأجر يضاعف يصبح 700 حسنة. وهذا ما هو معنى حنتعرف عليه احنا في الحلقة القادمة، نتعرف على معنى الاحتساب بإذن الله سبحانه وتعالى. فإلى الملتقى في الحلقة القادمة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.